يعطيكم العافية معلماتنا الرائعات، اشتغلتوا وتميزتوا وأكسبتوا طلابنا مهارات مميزة وقدرات عززت ثقة الطالب بنفسه. يعطيكم العافية معلمات الروضة، بدنا ننتبه لهدول الجداول نرسلهم على جروبات، بدي يكون عندنا هيك هلأ مواعيد ثابتة للبث المباشر، الكبرى 1 و3 والصغرى 2 و4 طبعا. المجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في. أهلا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون الجميع بألف خير. اليوم لدينا مراجعة باللغة العربية، سنراجع معا الحروف التي تم دراستها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعاً طلاب الأعزاء طلاب روضة ابن تيمية. اليوم راح تكون رحلتنا رحلة الغوص مع الرقم 8. جهزوا حالكم مع دايفينج، نبدأ. الرقم 8 وكانت أول كلمة هي القراءة، بدليل حث على العلم وعلى القراءة واكتشاف دائما، ودائما نبقى نحن الأمة السابقة بالعلم، فبالعلم ترتقي الأمم. هيك يجي هيك بتكون خلصت حصتنا. That is for today يا حلوين. See you in the next class. Goodbye. تشاهد سيارة في الصورة. واحد أحسنتم. واحد عنا. هيا أحمد طلع على سلم. يلا كم تشاهد باتمان في الصورة؟ طلاب الحلوين، طلاب روضتنا الأمامير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اليوم إن شاء الله رح نأخذ درس في مادة الرياضيات. رياضيات عايش بيحتوي؟ بيحتوي على الأعداد ومفاهيم الجمع والطرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب روضة ابن تيمية الأعزاء. اليوم يا روضة درس مادة التربية الإسلامية، وبدنا نتعرف على دعاء الخروج من المنزل. دعاء الخروج من المنزل. Hello, 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 welcome back يا كي جي وان. How are you? I'm fine, thank you. كيفكم؟ شو أخباركم اليوم؟ إن شاء الله أموركم تمام. Are you happy? يعني لازم إحنا تعودنا نكون أسعد الله صباحكم طلاب الأعزاء بكل خير. دعاء سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. إذا كنت سعيدا جدا صفق بيديك، إذا كنت سعيدا جدا فرقع إصبعيك.